اختياركم لراديو أصوات، ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد من برنامج لكل أسرة. إزالة الشعر الزائد في مجموعة من المناطق هذه مسألة اللي كيقوموا بها النساء كيف ما كيقوموا بها الرجال، ربما كيكثر عليها الإقبال خلال فصل الصيف، ولكن شنو هي أفضل طرق باش نعتنيو بالبشرة ديالنا من بعد ما نزولو الشعر الزائد على حسب المناطق؟ لأنه كاين بزاف ديال الناس اللي كيجيو متهيوش في البشرة، يحمر كيخرج فيهم بحال حبيبات صغار في البشرة. بعد الخطرات الناس اللي كيزولو يمكن أول مرة أو لا على فترات متباعدة، ممكن أنه كتجيهم بحال جروح أو لا حروق في البشرة ديالهم. كاين مجموعة ديال الأمور اللي كنوضعوها على البشرة، كاين اللي فيها صح وكاين اللي فيها غلط، وللأسف كنديروها عن غير قصد. وحنا تكلمنا على اكثر من مره كدار حتى في صالونات ديال التجميل، يمكن ما كنعرفوش، ولكن اليوم انا كنقولها دائما الصراحه، ما بقاش ما نقولوش ما تنعرفش، اليوم المعلومه متاحه الى سولنا والى عرفنا. اصوات عنوان باش كتجاوب على بزاف ديال الامور، بزاف المواضيع اللي كتهم الصحه ديالكم، اللي كتهم الدين، اللي كتهم القانون، كل 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 الامور اللي كتهم الحياه اليوميه. فما علينا غير اننا نتشاوروا مع الناس اللي هم أهل العلم وأهل الاختصاص. ومن أهل الاختصاص والعلم اليوم ككل خميس الدكتور عماد ميزاب، دكتور في الصيدلة ومختص في تداوي بالأعشاب. دكتور عماد وصفته مضمون هذه بشهادة الجامعة. دكتور عماد ماشي بشهادتي، ولكن هذا الشيء أنت أكيد ما وصلت له إلا بعلم وباجتهاد وببحث متواصل ومستمر. مرحبا بك دكتور عماد. تحية طيبة أختي لمياء، ومرحبا بك، ومرحبا بالطاقة الإيجابية، مرحبا بالابتسامة، مرحبا بكل ما هو طبيعي، كل ما هو صحي، كل ما هو يستعمل بطريقة أمينة. وكنشكرك بزاف لأن حتى المواضيع اللي كتختاريها هي واحد المواضيع اللي مهمة جدا، ومواضيع فعلا كيخص الإنسان يوقف عليها واحد الوقفة صارمة، لأن هذه المسألة هذه وخاصة الموضوع ديال اليوم هو واحد الموضوع اللي للعديد من الناس أنا يعني سواء في العمل سواء في 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 في, في الحياة المهنية ديالي لقيت أو كانوا بزاف ديال الحالات اللي فعلا كتكون حالات خطيرة جدا جراء هذه الإزالة ديال الشعر، وخاصة لما كتكون إزالة الشعر بطريقة غير آمنة أو بطريقة اللي ما كتكونش طريقة علمية. إزالة الشعر كذلك ببعض المواد المعينة، وحتى العناية بالبشرة ديالنا بعد الإزالة ديال الشعر، والبشرة ديال السيدات بعد إزالة الشعر، أو بعد الرجال كذلك اللي كيديروا إزالة الشعر، فهنا كيخص واحد العناية خاصة لأن هذا هو الأساس. لأن إذا ما كانش العناية كيقدر يكون عندنا واحد المضاعفات خطيرة اللي غنشوفوا مع بعضياتنا اليوم، شنو هما هاد المضاعفات اللي كيمكن تكون إلى ما اعتنيناش بالبشرة ديالنا بعد إزالة الشعر. طيب إزالة ديال الشعر اليوم كاين بزاف ديال الطرق، كاين طرق اللي هي طبية وكتزول الشعر، يعني ما نقولوش بشكل نهائي 100%، ولكن كتزول الشعر، يعني ما ندخلوش حنا في هاد التفاصيل، ماشي هذا هو موضوعنا. وكاين طرق اللي الإنسان عفوا أو لحنا السيدات كنستعملوها في الصالونات ديال التجميل، كتمشي مرة في الشهر أو مرة في ثلاثة الأسابيع ولا جوج الأسابيع، كتبقى كل سيدة وعلى شحال كينمو ليها الشعر في الجسم ديالها. كاين اللي كتزول بالخيط، كاين اللي كتزول بالحلاوة، كاينين السيدات اللي كيزولوا بالنتاف، وكاينين السيدات اللي كيستعملوا الماكينة ديال الحسانة أو لا الغازوار، يعني كاينة الآلة الحادة، يعني كاين بزاف ديال الطرق. أول حاجة هاد الطرق العادية ولا التقليدية اللي غادي نسميوها إذا صح التعبير، شنو أفضل طريقة كتنصح بها السيدات دكتور عماد أنهم يزولوا بها الشعر وما تنضروش بالجسم ديالنا؟ بعدا خص التقنيه، اذا خص تكون بعدا اول حاجه احنا غادي نمشيو كيخص نمشيو لواحد المكان اللي غادي يكون امن، اللي فيه واحد الناس اكفاء، واحد الناس اللي عندهم الضمير المهني، واحد الناس اللي كيكونوا على خبره في هذا المجال هذا. اذا هذا اول حاجه. ثانيا المكان اللي غنمشيو نديروا فيه الازاله ديال الشعر كيخصو يكون واحد المكان فيه التعقيم الكامل ديال الادوات ديال المكان ديال البلاصه ديال اي حاجه كتكون على اتصال بالجسم ديال السيدات، وخاصه كنعرفوا ان العديد من السيدات وخاصه ان ازاله الشعر كتكون يعني في واحد المناطق اللي كتكون حساسه بزاف، وكذلك حتى الجسم ديال المراه ككل فهو كيكون حساس وكيكون اكثر عرضه للبكتيريا وللتعفنات، لان هذه المساله خصنا نعرفوها.
إذن قلنا التعقيم، قلنا المهنية في الاستعمال، فأول حاجة كناخدوها هي الحلاوة، الحلاوة الطبيعية اللي كتكون اللي كتصايب بالحامض وبالسكر، وكتصايب بواحد الطريقة اللي كتكون طريقة يعني مهنية. وحتى إزالة الشعر ما كتكونش واحد إزالة الشعر عميقة، يعني في التقنية ديال إزالة الشعر حتى هي كتلعب واحد الدور مهم، لأن إلا كانت واحد السرعة في إزالة الشعر بهذه الطريقة ديال الحلاوة، فكتقاس غير البشرة الفوقانية كاع ديال 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 يعني ديال الدس ديالنا، وهنا كيمكن أن الحساسية ما تكونش. من بعد كتجي عملية الخيط، فالخيط حتى هي من العمليات المزيانة، والعمليات إلا كانوا السيدات بعض السيدات كتصبر لهذه المسألة هذه، فهي هي مسألة اللي كتعتبر شيئا ما طبيعية، وهي واحد المسألة اللي كانت تستعمل قديما جدا، يعني كانت في منذ الأزل في حضارات كثيرة، في الحضارة الفرعونية بالفعل فهذا اللي بغيت نقول، فالحضارة الفرعونية هي كما كنقولوا هي الأساس في الجمال. إذن الحضارة الفرعونية وكليوباترا اللي هي نصبت بملكة الجمال، فمن الحضارة الفرعونية تم الإرث، يعني ورثنا هذا الطرق ديال الجمال، منهم المرآة كذلك اللي كانت اللي اخترعت في هذا العهد ديال الفراعنة. ولكن كما قلنا كتبقى المهنيه هي اهم حاجه. كنمشي بين قوسين لاسيغ شود، يعني يعني ازاله الشعر بواحد النوع ديال الشمع الخاص، او الشمع اللي كتكون كيتستعمل بواحد الطريقه اللي هي مذابه، او بواحد الطريقه فيها درجه الحراره. هنا كذلك كيخص واحد المهنيه كبيره، لان شحال من سيده مشات عند بعض الصالونات او غير في البيت ديالها مع الصديقات ديالها ولا مع العائله، وكيجيو كيديروا هاد لاصيغ سخونه وكتحط على ديك على البشره، فكارثه. شنو كيوقع؟ كيوقع واحد الحروق اللي كتوصل لنا لما يسمى بالميلانوسيت، اللي كنهضر عليهم دائما، اللي كيفرزوا لنا ماده الميلانين. هنا كيوقع فيها واحد الخلل، من بعد هذا الخلل شنو كيوقع؟ كيولي عندنا واحد البقع سوداء اللي ما كتحيدش. هادشي قلنا غير في البشره ديال الذات. فالخطير من هذا ان هاد لاصيغ شوط كاين اللي كيديرها مباشره على الوجه، وكاين اللي كيديرها في منطقه تحت العين، اللي منطقه تحت العين كتكون فيها البشره خفيفه او رقيقه ورهيفه، خمسه ديال المرات حتى سته ديال المرات اكثر من البشره العاديه ديال الوجه ديالنا. وهنا كذلك يمكن تعطينا هاد الحروقات وكتعطينا هاد الحساسيه المفرطه. اذا هذه مساله مهمه خصنا نركزوا عليها، ونتجنبوا ان نديروا هاد لاصيغ شوط في تحت العينين، في الوجه، في بعض المناطق الخاصه، لانها كتكون خطيره جدا على هاد يعني على الصحه ديال البشره ديالنا. فبقى الاله الحاده، فالآلة الحادة كاين كذلك اللي بعض السيدات اللي عندهم حساسية ديال هاد المواد، لأن كل باش كنقولوا كل جسم، هادشي علاش كنقولوا أن المواد الطبيعية أو الأدوية أو أي حاجة ليست واحد الكتاب اللي مكتوب، لأنه واحد القانون خاص، لا، راه كل جسم عنده واحد الوصفات اللي خاصين به، وكل واحد لكل جسم عنده واحد العملية أو واحد الحاجة اللي كتماشى معاه. فكاين بعض الناس مثلا اللي ما يمكنش يستعمل لاصيغ، لأن كدير حساسية مفرطة، وكاين اللي كتكون عنده واحد الحساسية جد خطيرة، لأن كيولي احمرار، كيولي انتفاخ، كاين في بعض الحالات كيخرج واحد النوع ديال الحبوب اللي كيسيل بالدم، فهنا كتكون غير منصوح بها. كذلك حتى عملية الخيط، لأن كيكون جر هاد المنطقة أو البشرة، فتا هنا كيمكن تعطينا واحد الحساسية وكتعطينا واحد المضاعفات اللي كتكون خطيرة. فكان كيبقى الالتجاء لاش كيلتجؤوا الآلات الحادة باش كيديروا إزالة الشعر. فالآلات الحادة دائما انا كنصح ان نمشيو بزاف الالات الحاده اللي كتكون مخصصه لازاله الشعر، لان كتكون عندهم واحد التقنيه خاصه، كتكون واحد يعني واحد كتكون مصايبه بواحد 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 يعني المصنع اللي كيصايبها باش انها كتلائم وكتماشى مع البشره ديال السيدات خاصه، وباش كتكون هذه الازاله هذه. وهنا كتكون هذه الاله الحاده غير هي خصنا نمشيو ناخذوا اللي مخصصه لازاله الشعر. الاله الحاده كتقصد بها الماكينه ديال ديال الحسانه اللي هي مخصصه فوالا بحال دابا الرجال راه معروفين، ولكن كنهضر على النساء اللي كتبغي تستعملها في بعض المناطق الخاصه، او كتستعملها في بعض المناطق اللي كتكون رهيبه، يعني حتى الاختيار ديالها مهم. فوالا كتمشي وكناخذوا ديال النساء اللي مخصصه النساء لازاله الشعر، لان هذيك هي اللي فيها واحد لي لام خاصين، واحد يعني دوك الحديدات اللي فيها باش دوك لي غازوار كيكونوا خاصين، وحتى الطريقه باش كيكونوا مصايبين كيكونوا خفاف باش ما كياثروش على الجذر ديال الشعر والشعر،
ومن بعد إزالة الشعر، فهذا هو الأساس، هو اللي غادي نهضروا عليه إن شاء الله. نعم. طيب من بعد إزالة الشعر دكتور عماد، كاينة بزاف ديال الأمور اللي كدار، وبغيت نتكلم على واحد البومادا ولا نعم. كريم ولا دواء نعم. اللي هو كيتستعمل لمعالجة الحروق. الحروق نعم. اليوم للأسف نعم. بعض الصالونات أنا ما كنعممش اللي كيستعملوه، أنه مني كتمشي كدير كتزول الشعر كتقول لك واش نستعمل لك هذه المادة هذه اللي كيستعملوها السيدات أصلا نعم. طامة كبرى كيستعملوها في التبييض نعم. وحنا تكلمنا عليها أكثر من مرة. اليوم كتستعمل مباشرة من بعد إزالة الشعر نعم. واش عندها شي ضرر على الصحة؟ واش مكانها الصح هذاك ولا لا؟ وهضرت على هذه المسألة عدة مرات، فهي أصلا عندي ملي كنقولوا البومادة ديالاش ديال الحروق. الحروق فشوف الصيادلة ولا يعني والصيدلانيات، فبين يعني ملي كتحط واحد الدواء ولا كتحط واحد المرهم ولا كتحط واحد الماده ملي كنحطوها راه كتكون مخصصه لواحد العلاج معين. فإلا هضرنا على الحروق، راه الحروق عندها علاقه بالنار، اذا الانسان كيتحرق بالعافيه، اذا ملي كيكون الحروق ديال العافيه فهنا كتكون واحد التفاعلات في الداس ديالنا كيميائيه اللي كتمشي باش كتعاود كترمم لينا البشره ديالنا. فلما كيكون داك الحريق ديال العافيه، فالدور ديال هاد البوماده اولا كتبرد باش ما كيبقاش داك كنحسوا بديك الشعور بالحراره. ثانيا تتماشى معايش مع الحروقات اللي عندها علاقه بالعافيه. اذا حنا ماشي كنهضروا على واحد النوع معين، لانه هو واحد النوع هو اللي كيتقال، ولكن كاينين بومادات كثار اللي فيهم هذيك الماده اللي كتكون يعني ماده مضاده للحروقات ديال العافيه ولا ديال الزيت ولا اي حاجه اللي كيمكن تحرق لينا البشره ديالنا مباشره. اما الا درنا ازاله الشعر، فهنا شنو عندنا؟ هنا عندنا توليد حساسيه، اذا هنا الحراره اللي غتولد عندنا شنو هي؟ ان الدوره الدمويه كتسرع في ديك المنطقه اللي كنحيدوا فيها الشعر. اذا ملي كتسرع الدوره الدمويه كتولي عندنا واحد لا رياكسيون، يعني واحد التفاعل ديال الاحمرار اللي جرى شنو هو؟ جرى ان المناعه كتولي كتخدم. علاش؟ لان حنا كنحيد واحد الحاجه من الداس ديالنا فمباشره كتركز المناعه تما وكتركز الدوره الدمويه باش تشوف شنو هو الخلل، شنو كاين تما، شنو واقع. فلما كتمشي وكتركز المناعه وكتركز الدوره الدمويه كتعطينا هذا الاحمرار. اذا حنا شنو خصنا نديروا هنا؟ ماشي غادي نزيدوا ندهنوا واحد البوماده اللي تقدر تزيد لينا من المشكل، يعني تزيد لينا من الحده ديال الاحمرار. علاش؟ حيت ماشي حراق ديال العافيه ولا حرق ديال الزيت ولا حرق ديال التيار الكهربائي ولا اي حاجه كيمكن تحرقنا في الداس ديالنا، ولكن هذيك راه غير ازاله الشعر. فازاله الشعر قلنا كتعطينا حساسيه. اذا هنا شنو خصنا نديروا؟ هنا اول حاجه خصنا نعاودوا نرجعوا ديك الدوره الدمويه للحاله الطبيعيه ديالها، ما نخليوهاش مركزه تما. ثانيا نحاولوا نهبطوا ديك درجه الحراره اللي مرتفعه. الا درنا هاد جوج ديال الحوايج، وثالثا شنو كنديروا؟ ديك المنطقه اللي تمت فيها الازاله كنديروا لها واحد الترطيب باش حتى داك الماء اللي كيتفقد منها كيعاود يرجع للحاله الطبيعيه. اذا شنو هنا؟ كاين باش نرجعوا الدوره الدمويه للحاله الطبيعيه ونبردوا الحراره كنديروا التبريد. فهذه دائما نصيحه وكنت كنقولها للسيدات وكنت كنقولها يعني دائما كنقولها، ان مثلا في الصالونات ما فيها باس في ذاك البراد في ديك الثلاجه نديروا شي حاجه اللي كتكون كتبرد مثلا، ولا دي غلاسون ولا اي حاجه، مباشره بعد ما تكون ازاله الشعر كنديروهم في واحد الزيف وكنبردوا ديك البلاصه اللي كانت فيها ازاله الشعر. مباشرة بعدها كتهبط الدورة الدموية، ما كتبقاش مركزة تما بواحد الصفة كبيرة، كتبرد ديك درجة الحرارة، احنا حيدنا 50% ديال المشاكل ديال الحساسية اللي يمكن تكون. هذا من جهة. من جهة أخرى كنمشيو لعملية الترطيب. عملية الترطيب سهلة وبسيطة، أي حاجة أو أي زيت من هاد الزيوت هذه اللي عندك في الدار فهي مهمة جدا للترطيب. يا إما زيت اللوز الحلو، يا إما زيت البابونج، يا إما زيت الورد، يا اما زيت الجوجوبا، يا اما زيت رشيم القمح. اذا هما خمسه زيوت، وحده من او زيت لافوكا كذلك حتى هي مهمه جدا. فوحده من هاد السته ديال الزيوت اللي ذكرنا، زيت لافوكا نعم، رشيم القمح الورد، زيت الورد نعم، جوجوبا، زيت الجوجوبا، زيت اللوز الحلو، زيت اللوز الحلو، والبابونج نعم. فوحده من هاد الزيوت هذه اللي كانت عندنا في الدار فكيتم واحد المساج، منها كتحس بالراحه، منها كتخلي ديك المنطقه كتولي رطبه، منها ديك المنطقه ما كتبقاش فيها الحساسيه، وهكا الامور كدوز سليمه وما كتبقاش عندنا مشاكل. اما الا غنمشيو ندهنوا مواد كيميائيه اللي من بعد ما كنديروا ازاله الشعر، فانا ما كنصحش بهذه المساله هذه، وهذه مساله اللي هي خطيره بزاف. كاين السيدات اللي كيستعملوا كريمات
نعم. كريمات طبيعية للترطيب، واش مزيانة هي نديروها ولا لا؟ فمن الأحسن كما قلنا مورا الإزالة ضروري واحد ساعتين نستعملوا هذه المسألة هذه، يعني عاد من بعد نديروا كريمات ماشي مشكل، غير هو ديك الفترة ديال ساعتين حتى ثلاثة السوايع باش كنخليو البشرة ترتاح. حيت علاش؟ حيت راه ملي كنديروا الإزالة الشعر راه كنحيدوا واحد البشرة، شوية من البشرة اللي كتعطينا الوقاية واللي كتحمينا من يعني من العوامل الخارجية. نعم. طيب دكتور عباد، غادي نواصلوا معاك، نفتحوا المجال المستمعات والمستمعين استقبلوا اسئلتهم. نعتذر على الصوت ضربني البرد. مرحبا. ما يكون بس عند الجميع. فاصل والواصل. مرحبا بالاسئله ديالكم. ضيفنا ككل يوم خميس الدكتور عماد بيزاب، دكتور في صيدله ومختص في تداوي الاعشاب. في الجزء الاول تكلمنا على افضل طرق للعنايه بالبشره من بعد ازاله الشعر الزائد. مساله مهمه اللي بغيت عليها دكتور عماد، البشره ديال الوجه مختلفه على البشره في باقي مناطق الجسم. الوجه معرض للشمس بشكل مباشر، فالسيلات اللي كيحيدوا الشعر من الوجه وكيخرجوا من بعد الصالون كيديروا مثلا غير الواقي ديال الشمس، هذه المساله فشوف كيفاش خصنا نتعاملوا معاه، باش لانه داك الحميران ممكن يعطينا بقع سوداء من بعد. نعم. يعني السيدات الى كم او هاد الصالونات فين داروا هما ازاله الشعر وداروا هاد المساله اللي قلنا ديال التبريد، واخا كنعرف ان هذه المساله هذه شويه كتكون في بعض الصالونات غير ممكنه، ولكن من الاحسن لان شوف واخا تغسلوا قبل ما بالفعل، ولكن شوف باش نطلعوا باش تطلع الجوده ديال يعني ديال 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 حتى ديال الصالون يعني حتى ديال الاستعمال ديال هذه المواد هذه، وان حتى الصالون حتى هو يكون كيخدم بواحد المهنيه، فمن الاحسن ان نستعملوا بحال هذه المواد هذه او نستعملوا هذه الطرق هذه. علاش؟ لان اول حاجه واول حاجه خصها تكون هي كما كنقولوا حمايه هذاك ديك السيده اللي كتجي عندنا، وكذلك نحافظوا على الصحه ديالها، هذا من جهه. بالنسبه للواقي الشمس ماشي مشكل، غير هو كما قلت بهذه الطريقه، لان شوف راه مباشره ملي غادي تكون ازاله الشعر وكنديروا كما قلنا واقي الشمس ولا اي بومادا كيف ما بغات تكون يعني كنستعملوها، فهنا كيمكن تعطينا واحد المشكل وتعطينا واحد الحساسيه اللي كتكون حساسيه مفرطه. فازاله الشعر نعاود نزيد نذكر ان واخا كان يعني كيكون هذاك ليكرون هو راه كيعطينا واحد الوقايه ضد اشعه الشمس، ولكن راه فيه واحد المواد هذاك ليكرون راه فيه ما يسمى بلو فيلتر، فيه كما ذكرنا ديك المره فيه واحد المكونات، فيه الفازلين، فيه اللانولين، فيه هذو كلهم مواد اللي مواد كيمكن انها تعطينا واحد الحساسيه. علاش؟ لان البشره باقا محيدين ديك البشره الفوقانيه ديال اللي كتعطينا الوقايه، حيت غادي خصها واحد اليومين ولا ثلاث ايام عاد باش كتعاود ترمم هكذا. حيت داك الشيء راه كيبان في المجهر، واخا دابا كيجينا عادي البشره ديالنا غير واحد شويه الاحمرار، ولكن راه اللي زدنا دققنا داك الشيء ومشينا وشفناه يعني مجهريا كنلقاو ان ديك الطبقه الواقيه الفوقانيه كتمشي. فمن الاحسن قلنا التبريد ديال هذه المنطقه هذه اللي كان فيها ازاله الشعر، ومن بعد اننا كنديروا هاد ليكرون توتال، ولا كندير واحد شويه بعدا، ولا نديو معنا راه شوف السيده دي معها واحد القرعه مثلا ديال زيت اللوز الحلو ولا زيت لافوكا، ولا فهي زيوت صغيره بسيطه اللي يمكننا نهزوها معنا، نبردوا الوجه ديالنا ما فيها باس، نجلس نتسنى واحد 10 ديال الدقائق نرتاح مورا ازاله الشعر وندير التبريد، ومن بعد ناخذ شويه ديال ديك الزيت ندهنها في ديك المناطق اللي كانت ازاله الشعر فيها، نخليها تشرب واحد شويه واحد 3 ديال الدقائق ولا 4 ديال الدقائق، ومن بعد ندير ليكرون وهنا وليت يعني كنحمي راسي بطريقه امنه ويعني 100% وما كاينش مشكل. طيب اذا سمحتي دكتور عماد نفتحوا المجال لاستقبال الاسئله ديال المستمعات ديالنا ومستمعينا عبر اثير اصوات. اسماء من شيشه، والسلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس عليك اسماء، معك لامياء. صحي لي. مرحبا. مرحبا وتحيه لزميلتي هاجر، تفضلي. تحية طيبة. مرحبا أختي. مرحبا. أنا معك دكتور، بغيت نسولك أنا يعني كنحيد شعر من الوجه ديالي كيدار بكثرة وكيعطيني واحد الحموري وواحد الحبوب. نعم. واخا وعمرك درتي شي تحاليل على الشعر أو تحاليل ديال الدم باش تشوفي المشكل ديال هذا الشعر الزائد؟ عفوا. عندي الهرمونات الذكرية أكثر من الأنثى. طالع فوالا. إذا وعطاك الطبيب ولا الطبيبة عطاتك شي أدوية باش تنقص هاد الهرمونات الذكرية؟ عطاتني واحد ثاني بخديته ولكن ما عطاني حتى شي نتيجه. من ما كيزيد الشعر كيزيد ليا. واش تبعتي يعني كما قالت لك الطبيبه ورجعتي عند الطبيبه باش تشوف معاك الكونترول؟ لا ما رجعتش عندها. ايوا واش هذا هو الغلط اختي.
هذا هو الغلط. هذا هو الغلط. وشوف ما يمكنش ما يمكنش ما يمكنش هذه المساله هذه. علاش؟ لان بعد الكونترول ملي كترجع راه هو ما كيكونش يعني كتخلص. فهذا هذه معروفه هذه المساله هذه. ثانيا ان الطبيبه ولا الطبيب اللي كيكون متبع راه هذا هو الدور ديالو. حيت انت دابا غير قالوا لك شوف قالت لك بعدا اولا لقينا المشكل شنو هو. اذا الطبيبه لقات المشكل. اذا اول حاجه مساله هرمونيه. اذا انا الا عندي مساله هرمونيه راه واخا ندير الوصفات سمارت ديالاش ديال القمر ماشي غير ديال الكره الارضيه اللي كاينه في الكره الارضيه في مواقع التواصل الاجتماعي وما عرفتش غادي ندير راه شت الشعر ما غيتحيدش. فهمتي؟ اذا الا بقدره الهيه وكذلك يعني بربي سبحانه وتعالى راه كيوجه الانسان للشفاء والعلاج. اذا شنو هو التوجيه؟ هو مشيتي عند الطبيبه ودرتي التحاليل ولقيتي بان مشكل ديال الهرمونات. اذا علاش خصك ترجعي عند الطبيبه؟ وعلاش كل اخت عندها هذا المشكل ديال الشعر الزائد خصها ترجع عند الطبيبه من بعد ما تعطيها التريتمون باش كتشوف ذاك الهرمونات واش هذاك التريتمون تماشى ولا ما تماشاش. بعدا اولا لان الا ما تماشاش هذاك التريتمون كيعاود يدار تريتمون اخر وكنوليو حيت العلاج ديال الهرمونات راه كاين بزاف ديال 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 الادويه اللي كتخاد باش كنقصوا التستوستيرون. اذا كل سيده كل بنت كل سيده كل امراه كل انسان عنده واحد التجاوب ديالو مع واحد النوع معين ديال الدواء. فالنصيحه اللي غنصحك اختي ما تخمي ما تفكري في حتى شي حاجه اخرى هو انك ترجعي عند الطبيبه وترجعي عندها تقول لها ودي الدواء راه باقي عندي المشكل ديال الشعر دكتوره الله يخليك شوفي معايا هذا الحل وغادي تلقى معك الحل وغتعطيك ادويه اخرى ان شاء الله وكوني على يقين هذا المشكل ما غاديش يبقى ان شاء الله. نعم. شكرا لكم بزاف. مرحبا اختي. مرحبا بك اسماء. غادي ناخذوا فوزيه معنا من اكادير. السلام عليكم فوزيه. عليك. اش اخبارك فوزيه؟ لاباس الحمد لله اختي. الله يحفظك. كدا انت كدير دكتور عماد؟ لاباس عليك بخير اختي. ملي كنسمع صوتكم الله يبارك فيك. الله يحفظك لينا. شكرا بزاف على الوصفات ديالك. انا عندي جوج اسئله ولكن خارج الموضوع اللي جات على خاطرك. مرحبا يلا تقاسموا معك. شكرا. عندي مشكل ديال واحد البنت الاخت ديالي هي الله بدا فيها البرص وبغينا شي وقفه اللي على خاطرك اللي تحد منه توقفوا شويه. واخا التشخيص شكون دار لها التشخيص بانه برص؟ واش الطبيب؟ نعم الطبيب دكتور خرج ليها شي تريتمون واحد البوماده فقد عليها وواحد الفيتامين فقد تاخذو. اييه واحد البوماده اخرى على حسب الحساسيه. نعم نعم واخا واخا. فشوف المساعده ان البرص العلاج راه كنعرفوا انه هو مرض مزمن يعني اللي كيرافق الانسان ومن الامراض كذلك التي غير كتعالج اعراض جانبيه ديالها ماشي كتعالج هي. فهو هذه المساله هذه معروفه. كاين بعض الادويه كاين امور ولكن دائما كتكون خص واحد المرافقه طبيه عن قرب. الطبيعه شوف فاش يمكن تساعدنا الطبيعه. الطبيعه كيمكن تساعدنا ناخذوا مثلا 10 ديال النقيطات ديال الروح ديال العطرشه. نعم لويل اسونسييل دو جيرانيوم دونك 10 ديال النقيطات. ايوا نزيدوا عليها معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو. خلط هاد المكونات كاملين حتى يتخلطوا مزيان ومن بعد هذاك الزيت كتولي كدير به المساج كل ليله في الاماكن اللي كاين فيها البرص هي وجميع الاخوات وجميع الاخوه اللي كيستمعوا لينا اللي عندهم هذا المشكل هذا ويداوموا عليه واحد المده. يعني بقاو مداومين عليه تيحسوا بان ذاك البرص بدا كيتوقف ما بقاش يعني كيضيع. زائد انها كتستعملها مع الادويه اللي كيعطيها الطبيب او الطبيبه. ومن الاحسن يكون واحد تفرقوا بين الوقت ديال استعمال الادويه والوقت ديال استعمال هذه الوصفه الطبيعيه واحد المده ديال 3 ساعات وان شاء الله الامور تكون بخير. ان شاء الله دكتور الله يجزيك بخير. السؤال الثاني عافاك انا عندي فقر الدم وبغيت شي وصفه اللي تساعدني. نعم شو ما يعني ما حملاش ما كتردعيش؟ لا ما حملاش ما كتردعش. نعم اذا غتاخذي معلقه صغيره ديال الفوه مطحونه. اييه معلقه كبيره ديال الكركدي. اييه كطبخيها في كاس كبير ديال الماء حتى كطبخ مزيان وتعقد. ومن بعد تصفيه وتولي تاخذي كاس صغير من هذا الخليط هذا تشربيه في الصباح مع الفطور كل نهار وداومي عليه يوميا وما تقطعيش. زائد الى عندك ادويه عطاها لك الطبيب ديال فقر الدم فضروري انك تاخذيها. فهذه وصفه مساعده ومعززه لتركيز لافيغيتين في الدس ديالنا. الله يجيب الشفاء للجميع. شكرا دكتور. مرحبا فوزيه. شكرا لك. نهاركم مبروك. اهلا وسهلا لالا. ناخذ ابتسام معنا من مكناس. مرحبا بك ابتسام. السلام عليكم. عليكم السلام لالا. تفضلي. كنشكرك اختي سناء واخويا عماد. مرحبا تفضلي ابتسام. عندي لك واحد السؤال عافاك الدكتور عماد على حب الشبان. مرحبا. شكرا خويا عماد.
انت عندك حب الشباب في وجهك ابتسام؟ اه عندي حب الشباب في وجهي. شحال في عمرك؟ عمري 16 عام. 16 سنة. كنظن بأنه الحب الشباب في هذه السنة دكتور عماد. نعم. شائع. يعني كاين واحد شويه كبير في وجهي وكيبقى كيدير الرويصات بويض ملي كيمشي يدير داك الرويصات بويض كيبقى هو حوم. جربتي شي حاجه؟ كيبقى لي لاطراس لا ما كندير له والو. واخا ولكن كتقيسيه بيدك؟ ما كنقيسوش بيدي ويعني مع النعاس ولا هذا كيتحيد ليا. كيتحيد واخا واخا. اذا شوف نعم اذا هذه المساله هذه راه مساله عاديه في هذه السن ديالك لان كيكون الهرمونات دابا يلاه كل هرمون كيشد بلاصتو خاصه ملي كنفوتو سن يعني 14 سنه فما فوق يعني من 14 سنه حتى 20 سنه حتى 21 سنه كيكون عندنا واحد الاضطرابات ديال الهرمونات. اذا كل هرمون عاد كيولي كيتنتج مزيان عاد كيولي كيتقاد الغدد عاد كتشد الافرازات او الافرازات الغدد يلاه كتقاد مزيان كتشد بلاصتها بحال كنقولوا الجسم كيكون كيقاد داك لو ريغلاج ديالو. إذن هنا وهذا المشكل هذا شنو كيدير بعض الناس بعض البشره ديال كيديرها بيضاء بيضاء نعم هو هذا ما بين البشره اللي كتكون بيضاء كيكون هذا المشكل هذا علاش لان الغدد اللي كتفرز لنا الدهون داك الزهم داك لو سيبوم كتكون عندها واحد التاثير ملي كيكون اضطرابات الهرمونات او ملي كيتضطرب كتكون واحد الاضطرابات على المستوى ديال الغدد اللي كتفرز الهرمونات كتولي كتفرز بواحد الطريقه او داك الدهون كتفرز بطريقه كبيره جدا. فاول حاجه نعطيك هذه الوصفه هذه غتكون وصفه للمساعده او اول حاجه وثاني حاجه شوف ما ترديش البال لهذا الشيء فغادي يدوز ان شاء الله وما تعمريش راسك به. فاهم حاجه ركزي في الصحه ديالك ركزي في الدراسه ديالك الا كنتي كتدرسي وهذه هي الاساس. فهذا المشكل هذا غادي يحيد وما غيبقاش ان شاء الله. ومزيان واحد الحاجه مزيانه انك ما كتقيسيش هذاك الحبوب باليد ديالك فهذا هذه مساله مزيانه وما كدير حتى شي وصفه نعم. بلا ما تشاور نعم هذه جوج حوايج يعني دو بوين دو بلوس محسوبين لك ابتسام. فشوف اذا وصفه بسيطه شوف وصفه بسيطه بالنسبه لك والجميع يعني المراهقين والمراهقات اللي عندهم هذا المشكل هذا ديال الحب الشباب. فغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال الزعتر مطحون غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال مرد الدوش يابسه وغناخذوا ورقه ديال سيدنا موسى ورقه سيدنا موسى معلقه كبيره ديال مرد الدوش يابسه وجوج معالق كبار ديال الزعتر مطحون كنطبخوهم في جوج كيسان كبار ديال خل التفاح الطبيعي كنخل التفاح الطبيعي ماشي ديال المصنع جوج كيسان كبار كان هذا الخليط كامل كنحطوه فوق العافيه حتى كطلع الغليه الاولانيه يغلى مزيان نخلي نطفيو عليه نخليوه ليله من بعد كنصفيوه ملي كنصفيو داك الخليط كنوليو كندهنوا به الوجه ديالنا والبلاصه اللي عندنا فيهم المشكل ديال حب الشباب كنخليوه مده ديال نصف ساعه من بعد كناخذوا شويه ديال الماء في القطن وكنمسحوا داك الخل هذا الخليط هذا في البلايص اللي دهنا فيه في الصباح وفي الليل ما نخافوش من اشعه الشمس فهو ما غياثرش مع اشعه الشمس فهو كيطفي هذا الحبوب وكيعاون باش كنتخلصوا من حب الشباب. طيب غادي نواصل معك دكتور عماد. خويا عماد عندي لك واحد السؤال واحد اخر واش يمكن لي ندير وقت الشمس؟ اكيد واقي الشمس هذا اساسي هذا بدون نقاش فواقي الشمس وخاص تمشي عند الصيدليه وتقول لهم راه عندي البشره ديالي اللي هي دهنيه اللي كتفرز الحبوب فكاين واقي الشمس اللي خاص بهذا البشره ديالها. طيب غادي نواصلوا معكم من بعد هذا الفاصل دائما من مواصلين معكم لقاء على راديو اصوات مرحبا بكم للتواصل معنا. غادي ناخذ ايضا الاسئله ديال المستمعات اللي كيبعثوها عبر الصفحه ديال برنامج على الفيسبوك لكل أسرة بالعربية ولا بالفرنسية غادي تلقاو الصفحة فمرحبا بالجميع. عندنا سؤال ديال أمنية من مدينة الدار البيضاء كتسولك دكتور عماد شنو هي أفضل طريقة للحفاظ على زبدة الكاريتي واش في الثلاجة أو خارج الثلاجة؟ في واحد البلاصة اللي ما كتدخلش أشعة الشمس في بلاكاغ يعني ولا بلاصة يعني درجة الحرارة ديال كما كنقولوا حنا ديال الغرفة دونك ويمكن لا تحافظ عليها تما فهي ما غتوقع لها حتى شي مشكل. السؤال ديال ام دعاء كتقول لك عندي البشره جافه وحساسه جدا وكتحرقني في الصيف مع العرق اش من واقي لي نوضع في البشره ديالي؟ فهنا انا راه هي جاوبات راسها براسها الاخت ديالنا فغدير واقي ديال البشره جد حساسه ومن الاحسن ان في الليل كل ليله تحاول انها تدهن الزيت ديال البابونش اذا معلقه يعني غير شويه قطيره ديال زيت البابونش دهن بها البشره ديالها والرقبه ديالها كل ليله دير بها واحد المساج
وداوم عليها يوميا ما تقطعش وان شاء الله تعطيها نتيجه. السؤال ديال حسناء بغات تسولك على واحد الماسك للوجه الدهني وفيه الحبوب الكبير وايضا هذا الوجه فيه اللون غير موحد. قالت لك كتستعمل الطين الابيض. نعم فمن الاحسن تاخذ معلقه جوج معلق صغار ديال الطين الابيض وتزيد عليهم جوج معلق كبار ديال الحليب دافي وتزيد عليهم معلقه صغيره ديال الذره مطحونه ومغربله ويعني الذره يابسه كتطحن وكتغربل. تخلط هذا الخليط وتوضعه كماسك على البشره ديالها والرقبه تخليه مده ديال ثلث ساعه وتغسلو غادي يكون احسن. ام يوسف كتقول لك انا حامله في الشهر الرابع. نعم. عندي لون البشره شاحب وبغيت الدكتور عماد يعطيني شي وصفه لنضاره البشره والبشره ديالي ايضا جافه وحتى الشعر مع الحمل رجع ليها جاف. بغات يعني شي وصفات للمساعده مع العلم انني كندير زيت اللوز الحلو كمرطب يعني. نعم. للبشره من بعد الكريم المرطب. نعم فالاخت ديالنا بعد الله يفكها على خير ان شاء الله وجميع المحولات يا ربي. وهنا غادي تاخذ معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو اللي عندها. نذكر هذه وصفه لنضاره البشره وسيروم للشعر للمراه الحامل لان ما يمكنناش للمراه الحامل ما يمكنش نعطيوها وصفات فيها بزاف ديال المواد. معلقه كبيره ديال زيت اللوز الحلو معلقه كبيره ديال زيت لافوكا كتخلطهم كدهنهم كسيروم صغير يعني شويه منه كدهنوا على البشره ديالها وعلى الشعر ديالها يعني في نفس الوقت كل ليله وما كتقطعوش. اذا هذا كما نعاود نذكر وصفه لنضاره البشره عند الحامل وكذلك الشعر وصفه لسيروم كالشعر. ريتاج كتقول لك دكتور عماد بغيت شي وصفه لازاله الشيب ولكن ما تكونش فيها الزيوت. فهنا يمكننا ناخذ توقيف توقيف الشيب اما ازاله فاذا الى مشات تفقد اللون فخصو الصباغه ضروري سواء طبيعيه او صباغه اللي كتكون يعني اللي كتستعمل. ف لتوقيف الشيب فكيمكننا ناخذ جوج قشرات ديال الدنجال يعني واحد الدنجالات كيكونوا متوسطين كنحيدوا ديك القشره الفوقانيه ديالهم كنقطعوها طريفات صغار وكنزيدوا واحد الورقه ديال البصله اللي كتكون مغطيه هذيك القهويه اللي كتكون قاصحه ورقه ديال البصله متوسطه. هادشي كامل كنطبخوه في كاس كبير ديال الماء حتى كيتطبخ مزيان وكيعقد وكنصفيو هاد المحلول. هاد المحلول كنوليو كنخللو به جلدة شعرنا وشعرنا كنخليوه مدة ديال ساعة ونص ومن بعد كنغسلو لأن هنا ما يمكننا نخليوه ساعة ونص وكنغسلوه. العملية كنديروها جوج المرات في الأسبوع كنبقاو مداومين عليها حتى كنحسو أن داك الشيب مابقاش كيهيج ولا كيتوقف. الرضا أخت كتقول لك دكتور عماد بغات شي وصفة للزيادة في الوزن ولات ضعيفة مع الرضاعة والبنيته يعني الله عندها شهرين. في نفس السياق كاين سؤال كنظن ديال الاخت ساره وجدان اللي قالت لك بغات الدكتور عماد تعاود تاكد معها الوصفه ديال زياده الوزن اللي فيها الكاوكاو وفيها الحليب المركز المحلى وفيها الحليب. واش هذاك الحليب بارد او سخون؟ واش هذه الوصفه كناخذوها قبل او بعد الاكل؟ غادي نجاوبوا عليها حتى الاخت رضا. نعم فهنا شوف هنا الوصفه الحليب المركز المحلى غيتخلط مع الوصفه اذا هنا واقيلا خلطات بين وصفات. اذا نقول الوصفه السليمه كما كنقولوا حنا الوصفه اللي كيفاش تعطات غادي ناخذ جوج معالق كبار ديال اللوز مطحون جوج معالق كبار ديال الكاوكاو مطحون جوج معالق كبار ديال الزنجلان مطحون. اذا هادو نكتفيو بهم نزيدو عليهم الحليب المركز المحلى ديك البواطه ديك الكراميل اللي زيد الحليب المركز المحلى كنخلطوها معاهم وكناخذو معلقه صغيره من هاد يعني من هاد الخليط ثلاثه ديال المرات في اليوم. الاخت سناء صيفطات لنا هاد الصوره هذا كريم مساعد على اولا مزيل للشعر وكتسولك دكتور عماد واش ما كاين عنده حتى شي ضرر على الصحه. الاخت خليله حتى هي صيفطات لنا هذا الكريم ومخالف على الول على ان هادو موجودين في السوق كيستعملوهم بشكل كبير وكيسولوا هاد الانواع واش مزيانه. فديك لاموس بيلاتوار ولا دي بيلاتوار من اش نقول لك دوك الكريمات اللي كيديروا ازاله الشعر غير هو خصنا نحترموا المده اللي كتعطى. خصنا نحترموا المده لان لفتنا المده كيمكن تعطينا حروقات من يعني من درجات متعدده. ومن الاحسن اننا هاد الكريمات يتستعملوا في مناطق اللي كتكون قاصحه ما نستعملوهاش في المناطق اللي كتكون حساسه بزاف لان هنا كيمكن تعطينا مضاعفات. هذا هو الاساس. وهاد الكريمات كيعتمدوا على واحد الماده كتسمى لوطالي اللي هو من المعادن الثقيله السامه والخطيره
الا ما عرفناش الاستعمال ديالها بواحد الطريقه سليمه كيمكن يعطينا التسممات وكيمكن يدخل لينا الدوره الدمويه ديالنا وكيعطي التسمم ديال الجهاز العصبي. فردوا البال ان مثلا الا قالوا لنا 5 ديال الدقائق 5 ديال الدقائق، الا قالوا لنا يعني في لانوتيس اللي عطاونا 10 ديال الدقائق فهي 10 ديال الدقائق، ونحاولوا نلتزموا بالمده اللي قالوا. الاخت عبير كتقول لك دكتور عماد بغات تسولك على إلان والصوجة حمراتهم ولكن ما استعملاتهمش واش كيوليو مسمومين؟ غير ما الا ما تطحنوش راه مزيان، الا كانت ما تطحنوش فراهما يعني مزيانين، راه يبقاو ليها شادين داك، حيت كاين واحد الالياف كيحيطوا لينا بإلان وكيحيطوا لينا بالصوجة كيحافظوا عليها. ولكن الا تطحنوا فما غاديش نفوتوا فيهم مده ديال 3 أسابيع فقط. إيمان كتسول دكتور عماد واش الوصفات أو الماسكات اللي كتستعمل للوجه فيها الحليب المجفف والنشا واش مزيانين للوجه، مع العلم أنه هي البشرة ديالها ناشفة؟ نعم، فغتزيد تنشف إلى استعملات هذه المواد هذه، وخاصة كنهضر على النشا الاصطناعي، فالنشا الاصطناعي مسألة اللي هي صعيبة بزاف، والنشا الاصطناعي هو كيتستعمل في التغذية وكيسخن وكيتستعمل في مواد اللي كيتكال، إذا ما يمكنش نحطوا على البشرة كما كنقول. هنا في بلاصة النشا كيمكن ناخذوا الذرة، إذا الذرة يابسة دابا راه موجودة الذرة، ناخذوا الذرة ميبسة وكنطحنوها وكنغربلوها، هذاك الدقيق ديال الذرة اللي كنحصلوا عليه هو اللي كيمكننا نستعملوه في الوصفات. نعم، عندها وصفة أخرى بغات تسول عليها اللي فيها ياغورت مسوس والعسل والشوفان، واش مزيانه نديروها للبشره ولا لا؟ هذه من الوصفات اللي كيستعملوها بزاف السيدات. نعم، ماشي مشكل الاستعمال ديالها، غير هو الشوفان باش نستافدوا اكثر خصنا نسخنوه. اذا مثلا دير معلقه كبيره ديال الشوفان ودير جوج معلقه كبار ديال الحليب الساخن ومعلقه صغيره ديال العسل الحر وتخلطهم وتوضعهم كماسك على البشره والرقبه غتكون احسن. ام يونس كتسول دكتور عماد على الام ديالها كتعاني من امراض القلب والشرايين وارتفاع الضغط الدموي وبومزوي، واش ممكن تستعمل الوصفه اللي فيها الخروب والنبق والنافع باش ما تخافش منها؟ ماشي مشكل الا استعملتها بالطريقه الامنه كما كنقولوا، انها تستعمل معلقه صغيره في كاس صغير ديال الماء المغلى ديال هذا الخليط هذا ويتغربل مزيان بعدا قبل الاستعمال ديالو فما تخافش منه. شكرا لك دكتور. مرحبا، تحية ليك، نتلاقاو معك فرصة قادمة على إن شاء الله. إيمان كنستافدو منك ومن المعلومات اللي كتقدم لنا والوصفات الآمنة. للتواصل معك دكتور، فالتواصل معي على الصفحة الرسمية فيسبوك جرين فار أو القناة ديالي على يوتيوب دكتور عماد ميزاب، أو الرقم يعني 06 61 28 99 78. شكر موصول أيضا سيف الدين بلغيتي في الإخراج.